مصر هتلاقي اصوات هناك غريبه، كل يوم الصبح بيصحى الصبح كده يقول لك ايه، هنلمع الزعيم القائد ازاي النهارده، يا ترى هنعمل ايه عشان نلمع الزعيم القائد، غزه نقول ان الزعيم الملهم منيم اسرائيل من المغرب زي ما نيم امريكا وخطف رئيس الايه اسطول القائد الاسطول التاسع ولا السابع، الكلام اللي بنقعد يتقال نسمعه ده ويبيعوا بيه على الغلابه. لميس الحديد طلع تقول لك ما يقدمه العالم لمصر ليس منحه وانما واجب. احنا هنسمع لميس ونرجع بقى عشان نشوف ايه الواجب ده. نائب ضياء الدين داوود انه لو سمعت عن 10 مليار، لو سمعت عن زياده في برنامج صندوق النقد الدولي، هذه ليست مساعدات، هي هذه هذا هو دعم تستحقه مصر. مصر دوله كبيره، وهو ده اللي لازم نحس بيه دايما، انه مصر دوله كبيره تستحق من العالم اجمع حتى لو كانت هناك ازمه اقتصاديه ان يقف ويدعم. في دول مفصليه في المناطق، في دول مفصليه، ايوه بنتعرض لازمه اقتصاديه، ايوه بنراجع امور كثيره جدا داخليه، ولكن الدول المهمه المفصليه يجب ان يقف معها العالم ويساعدها لسبب بسيط جدا، احنا فعلا عايشين عنكم كتير، يعني ده كلام اللي قاله ضياء الدين داوود وانا اتفق معه تماما، انه مصر بقى لها 5 سنين لم تخرج منها مركب هجره غير شرعيه واحده، وده يعني بصراحه مجهود كبير وتكلفه كبرى على دوله بحجم مصر. يا جماعه احنا دوله كبيره، والاستاذه لميس شايفه طالما احنا دوله كبيره لازم العالم يدينا غصب عنه، احنا دوله كبيره ومحوريه وشايلين عنكم كتير. يعني هو بس سؤال يا لميس، هو كل دولة كبيرة لازم على العالم ان هو يديها فردة، يديها كارتة، يديها اتاوة علشان هي دولة كبيرة؟ لا يا لميس انت فاهمة غلط. اما فكرة الابتزاز اللي بيمارسها نظام عبد الفتاح السيسي وانت بتتماهي معاه فيها، اللي هي فكرة ايه، احنا شايلين عنكم كتير، ده احنا ممكن نسيب عليكم كل اللاجئين اللي جايين من ايه، من سوريا ومن السودان وجنوب السودان وافريقيا، ونطلع 20 كده و30 مليون، هو مليون واحد كفايه واقل من كده كمان هيوجع اوروبا. هي بتتعامل معاهم بالمنطق ده وبتقول لك اللي بيقدمه للعالم، بترد على ضياء الدين داوود وتقول له اللي بيقدمه للعالم لمصر مش منح، لا اوعى تقول منح، ده واجب عليهم، ده احنا 7000 سنه حضاره مش هيدونا يعني فلوس. وده منطق جديد ان الدول الكبيره لازم تاخد فلوس من العالم، واجب واجب، احنا مش في فرح بننقط يا ست لميس، هم مش جايين يصبحوا علينا ولا جايين يقولوا النقطه دي والمسا والهنا رايح للحاج عبد الفتاح السيسي، الدول ما بتتعاملش كده، دي منح ومساعدات لان انتوا واقفين مدين ايديكم وانتوا بتهددوا الدنيا بتقولوا لهم هنسيب عليكم اللاجئين وبتاع، ده موضوع ابتزاز يعني هيبقى لحد دلوقتي ابتزاز وهات وخد، انما لو قلت اديني فلوس وانا ادي حته من ارضي لاهل فلسطين وافرغ قطاع غزه وافرغ القضيه الفلسطينيه، احنا كده هندخل في ليفل الخيانه، الخيانه للوطن وللامه وللعروبه، كل اللي انت عايز تقوله قوله، ما بقولش ان احنا وصلنا لها بس احنا قريبين منها، تمام؟ يعني احنا من حمى حول الحمى هقع فيه، واحنا مش حول الحمى، لا ده احنا عمالين نزق في الحمى بكتفنا كده وشكلنا هنقع فيه وربنا يستر. احمد موسى بيقول لك عرفتوا ليه جايبين الرافال؟ تعال نعرف من احمد موسى نشوف، يعني عشان نعرف منه جبنا الرافال ليه. الدوله بتشتري ليه طيارات ومقاتلات وتحديث القوات المسلحه؟ ما كانوا بيقولوا كده، مش كانوا بيقولوا كده ولا ما كانوش؟ كانوا بيقولوا، وكانوا بيطلعوا يشككوا كمان، هتجيبوا الطيارات دي تعملوا بيها ايه، وتسليح الجيش هتعملوا بيها ايه، وليه تعملوا انفاق قناه السويس، وليه تعملوا مشروعات قصر، وليه رايحين سينا، وليه بتواجهوا حتى العراق بتواجهوا ليه، مش كانوا بيقولوا كده؟ كان ده المخطط، انه سينا اللي بيتعمل، هو ده كان الرساله. لما كانت قنوات المعاديه تشتغل، هي قنوات المعاديه بتشتغل نفسها، بتشتغل خدمه للكيان الصهيوني. طب حضرتك النهارده لما كنتش عارف ده مبكرا وكنت تبقى متضايق وزعلان وتمشي وتقول شفته بيقولوا، لا ما كانش بيقول، هو كان عنده خطه اسرائيليه كان بينفذها، ما كانش عايز تواجه الارهاب في سينا، ما كنت عايز، ما تواجه الارهاب معناه ايه، انك تطهر سينا من الارهاب، حصل. طب هو 9 سنين بيواجهك ويقول لك لا، وانت بتضرب المدنيين ومفيش ارهاب هناك، وانتوا اللي بتعملوا ارهاب، مش كانوا بيقولوا كده؟ طب النهارده بعد 9 سنين الناس فاقت؟ كانوا بيطلع يقول لك جايب ليه الرافال؟ جايب ليه حاملات الطائرات؟ المروحيات؟ جايب ليه مش عارف الغواصات؟ حضرتك عرفت جايب ليه؟ ولا لسه هتعرف؟ عرفت بعد 9 سنين انه في قياده عندها رؤيه لقدام. عجبتني الحته الاخيره دي. قياده عندها رؤيه لقدام. ياه. عرفت ليه جبنا الرافال وهم ما كانوش عايزينك تجيب الرافال، وكانوا بيطبقوا خطه اسرائيليه؟ خطه اسرائيليه مين؟ اذا انت بتتكلم عن حد بيطبق خطه اسرائيليه فروح لايدي كوهين اللي قال لك ان السيسي صهيوني اكتر من ايدي كوهين، ده بكلامه.
إذا عايز تعرف مين اللي بينفذ خطة إسرائيلية فشوف الكلام بتاع مبعوث الأمم، مبعوث حقوق الإنسان الهيومن رايتس ووتش في أمريكا قبل كده، اللي اتكلم عن إن السيسي خد فلوس علشان يقفل المعبر ويسيب الإسرائيليين يستفردوا بالفلسطينيين. إذا عايز تعرف مين اللي بيطبق خطة إسرائيلية ارجع لعبد الفتاح السيسي لما راح لترامب وقال له سيد الرئيس جئتك بصفقة القرن لحل قضية القرن. لو عايز تعرف مين اللي بينفذ خطة إسرائيلية ارجع لدينيس روس المبعوث بتاع الأمم المتحدة، المبعوث الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط، اسمعوا وهو بيقول لك الرؤساء العرب بيكلموني ويقولوا لي اقضوا على حماس والمقاومة، مش عايزين وجع دماغ ولا عايزين صداع. ارجع لو عايز تعرف برضو حمادة مين اللي بينفذ خطة إسرائيلية ارجع للمحللين السياسيين الإسرائيليين والمسؤولين الإسرائيليين اللي طلعوا على الإعلام العبري قالوا لولا عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان كانت جامعة الدول العربية، اجتماع الدول العربية والدول الإسلامية كان خد قرارات أقوى في وجه إسرائيل، ولكن وجود السيسي وبن سلمان وبن زايد قلل الضغط علينا. عرفت ليه حمادة مين اللي بينفذ الخطط الإسرائيلية؟ طيب احنا لما اعترضنا على الرافالة حمادة ما قلناش علشان مش عايزين الجيش قوي، لا حمادة انت فاهم غلط، انت مشكلتك انك جحش وبتنسى. احنا اعترضنا حمادة علشان انت رحت جبت سلاح منزوع الدسم حمادة، ضحك عليك الفرنسي، وانت ليه جبت من الفرنسي سلاح محدش بيشتريه وسلاح غالي علشان تدي رشوة للفرنسي علشان يزبط لك علاقاتك في العالم في الاتحاد الاوروبي والعالم. كان معروف انت رحت تشتري ليه سيمنز من المانيا وليه الرافال والمسترال من فرنسا، لان في الوقت ده كان عندك صفقات تانية ممكن تعملها بفلوس اقل وتجيب لك سلاح اكتر وفي فاعلية قتالية اكتر، مثلا الطيارات السعودية اللي ما رحتش جبتها ورحت جبت الرافال. عرفت احنا بنتكلم على ايه حمادة؟ ان فلوس البلد ما تبقاش علشان خدمة شخص ومواقفه وكرسيه، بنتكلم عن تحديث الجيش لمصر مش للسيسي يا جحش. طيب نضرب ونعتذر، غضب في مصر بعد حوادث رفح ونويبع وطبعا نضرب ونعتذر، دي قناة العربية، نضرب ونعتذر، غضب في مصر بعد حوادث رفح ونويبع وطابة. واخد بالك غضب مصري؟ طبعا غضب مصري، مين يحب ان هو يتم قصفه من هنا ولا من هناك، في طابة ولا في رفح ولا في نويبع ولا في غيرها؟ والمشكلة انك بعد ما بتضرب بتعتذر.